الرئيس السيسي يتوعد بالرد على هجوم الروضة الإرهابي بالقوة والثأر للشهداء. مجلس الوزراء ينكس العلم حدادا على شهداء حادث مسجد الروضة وتعويضات للضحايا. نؤكد أن هذه العمليات الجبانة لا تعكس. شيخ الأزهر يدين اعتداء الروضة ويؤكد أن هذه العمليات الإرهابية الجبانة خروج عن الدين. أخبار أونلايف، أهلا بحضراتكم. إلى التفاصيل، حيث توعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرد على هجوم الروضة الإرهابي بالقوة الغاشمة خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدا في كلمة وجهها للشعب المصري عقب حادث الروضة الإرهابي أن مصر تواجه الإرهاب نيابة عن المنطقة والعالم بأكمله. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، اسمحوا لي أن أنا أتوجه لكم جميعا بالعزاء للشعب المصري كله ولأسر الضحايا في سيناء، وأتمنى الشفاء للمصابين. تم إعلان حالة الحداد في مصر على هذا الحادث الأليم الغادر الخسيس الجبان اللي كان بيهدف إنه يحطم معنوياتنا، بيهدف إلى تدمير صلابتنا، بيهدف إلى التشكيك في قدرتنا. هذا الحادث، هذا العمل الإرهابي الآثم يزيدنا صلابة ويزيدنا قوة ويزيدنا إرادة في إن احنا نقف ونتصدى ونكافح ونحارب الإرهاب. لن يزيدنا إلا إصرارا ولن يزيدنا إلا وحدة. ستقوم القوات المسلحة والشرطة المدنية بالثأر لشهدائنا واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة خلال الفترة القليلة القادمة. هذا هو ردنا. سنرد على هذا العمل بقوة غاشمة في مواجهة هؤلاء الشرذمة المتطرفين الإرهابيين التكفيريين. أنا عايز أقول لكم إن اللي بيحدث في سيناء ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي إحنا بنبذلها في مواجهة الإرهاب اللي إحنا بنحاربه لوحدنا. مصر بتواجه الإرهاب بالنيابة عن المنطقة وعن العالم بالكامل، وعشان كده كل اللي بيتم ده هو محاولة لإيقافنا عن جهودنا في مواجهة الإرهاب ومحاولة لتحطيم إرادتنا وتحركنا اللي بيهدف إلى إيقاف المخطط الإجرامي الرهيب الذي يهدف إلى تدمير ما تبقى من منطقتنا. نحن صامدون، نحن صامدون وسنتصدى وسنستمر. زي ما قلت كده، هذا العمل لن يزيدنا إلا إصرار. وأنا بقول لكل المصريين لازم تكونوا متأكدين وواثقين في أن المعركة اللي أنتوا تخوضوها هي أنبل وأشرف معركة على الإطلاق في مواجهة الشر وأهله، في مواجهة الأعمال الخسيسة، في مواجهة ترويع الآمنين، في مواجهة القتلة. وحنشوف ربنا هيساعد مين. أنا بقول لكم كده عشان أنتوا لازم تكونوا متأكدين إن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا يخزي أهل الخير وما ينصرش أهل الخير وما يدعمش أهل الخير ويهزم أهل الشر، أهل الخراب، أهل التدمير. مرة تانية عزائي لأسر الشهداء، تمنياتي للشفاء للمصابين. مرة تانية بقول لكل المصريين هذا الأمر، هذا الحادث لن يزيدنا
إلا إصرار، إلا قوة على أن احنا بنواجه وسنواجه الإرهاب بكل القوة وبكل العزم الذي لا يلين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قد عقد اجتماعا أمنيا عاجلا عقب الهجوم، شارك فيه وزير الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة. وقد تم خلال الاجتماع بحث تداعيات حادث مسجد الروضة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء والوضع الأمني في سيناء بشكل عام. أعلن المتحدث العسكري عن استهداف وتدمير عدد من العربات المنفذة للهجوم الإرهابي الغاشم على مسجد الروضة وقتل من بداخلها. وذكر بيان للمتحدث العسكري ذكر أنه في إطار ملاحقة القوات المسلحة للعناصر الإرهابية، قامت القوات الجوية باكتشاف وتدمير عدد من العربات المنفذة للهجوم الإرهابي الغاشم وقتل من بداخلهم وقتل من بداخلهم في محيط منطقة الحدث، فضلا عن استهداف عدد من البؤر الإرهابية التي تحتوي على أسلحة وذخيرة خاصة بالعناصر التكفيرية. وتواصل قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية تمشيط البؤر الإرهابية والبحث عن باقي العناصر التكفيرية للقضاء عليهم. وتنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الأبرار وتتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء. أعلن مجلس الوزراء عن تنكيس العلم المصري فوق المبنى الخاص بمقر الحكومة بالقصر العيني حدادا على شهداء حادث مسجد الروضة الإرهابي بالعريش. وأكد المجلس عن استنكاره التام، وأكد على رفضه المطلق لتلك الحوادث التي تستهدف دور العبادة على النحو الذي ترفضه كافة الأديان والشرائع السماوية ويجافي مجمل القيم والأعراف، الأمر الذي يؤكد أن الإرهاب لا دين له بل هو عدو للخير والإنسانية جمعاء. وشدد المجلس على أن الدولة المصرية ماضية في عزمها لاستئصال الإرهاب من جذوره وتطهير البلاد من عناصره الآثمة. أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بانتقال فريق مكبر من أعضاء النيابة العامة إلى المستشفيات لسماع أقوال المصابين في الهجوم. وأكد بيان النيابة العامة أن فريق التحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية المستشار عمرو سامي يتابع سير التحقيقات في حادث تفجير مسجد الروضة الإرهابي، مشيرا إلى استشهاد 235 شخصا وإصابة 109 آخرين في الهجوم. وفي سياق متصل، كلف وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم بانتقال فريق كبير من الأطباء الشرعيين والمساعدين والفنيين إلى مستشفيات سيناء التي استقبلت جثامين شهداء حادث مسجد الروضة الإرهابي. وأوضحت المصادر أن فريقا يتكون من 15 طبيبا شرعيا فضلا عن عدد من الفنيين والمساعدين بدأوا في التحرك إلى المستشفيات القريبة من الحادث، ومنها مستشفى بئر العبد والذي تم نقل 85 جثمانا له للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد هوية كل متوفى لبيان عما إذا كان من بين جثامين الإرهابيين من عدمه. أمر الرئيس السيسي الحكومة بصرف تعويض مادي قدره 100,000 جنيه لأسرة كل شهيد في حادث الروضة الإرهابي و50,000 جنيه لكل مصاب. هذا وقد زار القائم بأعمال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي معهد ناصر للوقوف على حالة المصابين. وتقدم مدبولي بخالص العزاء والمواساة للمصابين مشددا على رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره. كما أكد مدبولي أن الدولة ستوفر الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين في مستشفيات الإسماعيلية والعريش ومعهد ناصر ودار الشفاء. تقدم بخالص العزاء لأهالي شهدائنا الأطهار ولكل الشعب المصري على هذا الحادث الغادر والحقير اللي حصل النهاردة في قرية الروضة في مركز بئر العبد في شمال سيناء، وتمنياتي بالشفاء العاجل لكل مصابين في هذا الحادث الأليم. واسمحوا لي يمكن أؤكد أن هذا الحادث لن يزيدنا إلا إصرارا على مجابهة الإرهاب والقضاء عليه إن شاء الله في أقرب فرصة ممكنة. وأعتقد كلمة السيد الرئيس النهاردة عبد الفتاح السيسي كانت واضحة تماماً.
بمنتهى الوضوح الدولة هتواجه بكل الحزم والشدة مثل هذه الأعمال الإرهابية، وإن شاء الله ربنا هينصرنا بإذن الله. من جهته قال وزير الصحة أحمد عماد الدين، قال إن 100 سيارة إسعاف شاركت في إخلاء المصابين، مؤكدا أن المصابين موزعون على مستشفيات بئر العبد والإسماعيلية وقناة السويس الجامعي ودار الشفاء ومعهد ناصر. 100 عربية إسعاف موجودة في الحدث، تم إخلاء المصابين في التو في اللحظة، جزء منهم راح مستشفى بئر العبد، عندنا مجموعة من الحالات هناك، دي اللي كانت الحالات اللي فيها إصابات طفيفة، الباقي تم إخلاؤه إلى مستشفى الإسماعيلية العام، بعض الحالات راحت مستشفى قناة السويس الجامعي، الحالات اللي كلها كانت محتاجة تدخل جراحي تم إخلاءها مباشرة إلى مستشفى دار الشفاء، فيها دلوقتي حاليا حوالي 10 حالات، والحالات بتأتي تباعا، ومستشفى معهد ناصر. أجرت أونلايف حوارا مع أحد المصابين الذي قدم رواية تفصيلية حول الحادث. صلاة الجمعة في الخطبة، الخطبة بتقول ودخلوا علينا من بره حوالي 10-20 واحد بأسلحة، دمروا كل اللي موجود، واللي أصيب أصيب، واللي استشهد طبعا أكتر كتير فوق ما تتصور. يعني هو أصلا في انفجار حصل بره الأول عشان كده أنتوا طلعتوا كلكم؟ لا ما طلعناش، هم دخلوا علينا جوه المسجد. ايوه يعني ملثمين ولا ناس؟ ملثمين اللي شفناهم، لان احنا ساعه ما هو بدا ضرب النار كله بيجري واللي بيخبط في التاني. فكانت الخبر بتتكلم عن ايه ساعتها؟ هو كان في المقدمه وبدا عن شهر ربيع الاول، عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. بدايتها انت من القريه؟ لا انا من محافظه البحيره ومقيم من سنه 90 في القريه، لكن انا مواليد البحيره. اتكت في حوالين الدوله اولا، وطبعا توكلوا على الله في كل شيء، لكن سيء. وطبعا سينا جزء غالي، وانا موصي ان انا اندفن هناك حتى لو مت قبل الكلام ده بكتير، وابني اندفن هناك. فاوعوا تتنازلوا عن سينا، جيش شرطه شعب، واوعوا تقولوا اهل سينا خونه، اللي قتلونا دول مش من اهل سينا، احنا متضررين من الكلمه دي. وكان أهالي المصابين في الهجوم الإرهابي قد توافدوا إلى مستشفيات الإسماعيلية للإطمئنان على ذويهم، وشارك عدد من الأهالي في حملات للتبرع بالدم لإغاثة المصابين وسط إدادة واسعة لعمليات القتل التي تمارسها جماعات الظلم بحق المدنيين الأبرياء. أدان شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب الحادث الإرهابي الذي وقع بالعريش، وقال طيب في كلمة ألقاها تعقيبا على الحادث الإرهابي، قال إن هذه العمليات الإرهابية الجبانة لا علاقة لها بالدين، بل هي خروجا عنه. نؤكد أن هذه العمليات الجبانة لا تعكس دينا ولا خلقا ولا قوة لدى مرتكبيها، بقدر ما تعكس مروقا من الدين، أي دين، وتخبطا ويأسا وهزيمة داخلية في نفوس أصحابها. إنما يحدث اليوم يؤكد على ما قلناه ونكرره من أن هذا الإرهاب الأسود المتوحش إنما يقصد في المقام الأول مصر وشعبها بمساجدها وكنائسها وجيشها الباسل ورجال أمنها الأبطال. هذا وأكد شيخ الأزهر على قدرة مصر على دحر الإرهاب والقضاء على جماعات الجهل، كما دعا طيب العالمين العربي والإسلامي أن يقفوا بجوار مصر في مواجهة الإرهاب. وكذلك وجه طيب الدعوة إلى أحرار العالم غربا وشرقا للكشف عن من يقوم بتمويل وبدعم الإرهاب. مصر المحروسة التي لم ولن تقهر، قادرة بعون الله تعالى على دحر فلول الإرهاب والقضاء على جماعات الجهل ودعاة التكفير وخفافيش الظلام. ورغم مصابنا الفادح وحزننا البالغ، فإننا نؤمن بقضاء الله تعالى وقدره وبقوله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ونداؤنا إلى الأمتين العربية والإسلامية وللصادقين الجادين في محاربة الإرهاب ومحاصرته أن يقفوا مع مصر صفا واحدا ويدا بيد
وألا يتركوها في مواجهة هذا الإرهاب العالمي الخبيث. وعلى أحرار العالم في الشرق والغرب أن يسارعوا في الكشف عمن يقف وراء هذا الإرهاب ويمده بالمال والسلاح ويوفر له المأوى والحماية. كما أكد الدكتور أحمد الطيب على مواصلة الأزهر لدوره في نشر الفكر الديني الصحيح ولعمله على تحصين الشباب من الأفكار المضلة، وقال الطيب إن الهجمات الإرهابية الغادرة غير قادرة أن تثني الأزهر عن الاطلاع بدوره. هذا وإن الأزهر بفضل الله تعالى وبصمودكم أيها المصريون لماض في فضح هذا الفكر الضال المضل وتفكيكه ونقضه وتحصين شباب الأمة من الوقوع في شباكه وبراثنه، ولن تثنيه هذه الجولات الغادرة من الباطل وأهله عن أداء رسالته التي يقوم بها منذ أكثر من 1000 عام. أدان مجلس حكماء المسلمين بأشد العبارات الحادث الإرهابي بمسجد الروضة، وشدد المجلس على أن خريطة استهداف الأبرياء والآمنين توسعت وبدأت تطال كل الأديان، ولم يعد هناك من هو بمأمن من تلك الهجمات الإرهابية المروعة، الأمر الذي يستوجب تعاون وتعاضد كل القوى والمنظمات الدولية في مواجهة من يبثون أفكار الكراهية والتطرف، فضلا عن اتخاذ موقف حاسم ضد كل من يدعمهم ويمولهم. ويؤكد مجلس حكماء المسلمين أن هؤلاء المجرمين قد تجردوا من كل معاني الإنسانية، وأن المجلس يقف بجانب مصر في محاربتها للإرهاب بكافة أشكاله. ويعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص مشاعر المواساة والتعازي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ولحكومة ولشعب مصر الأصيل ولأسر الضحايا، داعيا الله أن يتقبلهم من الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للمسلمين مصابين. أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على ضرورة محاكمة الإرهابيين محاكمة عسكرية عاجلة، وأضاف أن كل من يتستر على إرهابي فهو شريك له في جرائمه. صناع الموت بصناعة الحياة، والهدم بمزيد من البناء والتعمير. وإن شاء الله إحنا معنا مجموعة من السادة النواب المحترمين الآن في الاجتماع، والحقيقة يجب أن حابة أقول أن تتحول محاكمة كل الإرهابيين إلى محاكمات عسكرية عاجلة، وإن الحقيقة أيضا كل من يتسطر على إرهابي أو مجرم أو من تكفيري فهو شريك، والتسطر على هؤلاء جريمة وخيانة وطنية. طالب رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب عبد الهادي القصبي الشعب المصري بالاصطفاف خلف القيادة السياسية، وأكد القصبي أن الإرهاب في مصر يلفظ أنفاسه الأخيرة وأن اتجاهه إلى الهجوم على المساجد والمدنيين ما هو إلا محاولة لترويع الشعب، خصوصا أن مثل هذه الهجوم أو هذا الهجوم الغادر يأتي عادة مع كل انتصار سياسي أو مكسب اقتصادي تحققه الدولة بهدف إحباط المصريين. ويهيب المجلس الأعلى للطرق الصوفية بجميع وسائل الإعلام الالتزام التام بالبيانات الرسمية التي تصدرها القوات المسلحة أو وزارة الداخلية وعدم الانسياق وراء مصادر غير رسمية، كما يهيب بهم مراعاة ما ينبغي ما ينشر أو يبث خلال أيام الحداد وفاء واحتراما لحق الشهداء. أدانت الهيئة الوطنية للصحافة حادث الروضة الإرهابي مؤكدة أنه يعطي مؤشرات على ما وصل إليه الإرهابيون من تخبط وترنح. وأضافت الهيئة الوطنية للصحافة أن هذا الحادث لن يزيد مصر إلا قوة ورغبة في دحر هذا العدو. وتهيب الهيئة بوسائل الإعلام مجددا الحفاظ على القيم المهنية والأخلاقية في تغطيتها للحدث ولتداعيته. وصفت الهيئة العامة للاستعلامات الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة بأنه يعبر عن الطبيعة الوحشية للجماعات الإرهابية التي تستهدف مصر. وقال رئيس الهيئة ضياء رشوان في مؤتمر صحفي إن الهجوم الذي استهدف المدنيين يكشف عن حالة اليأس والضعف والانهيار التي وصلت إليها هذه الجماعات تحت وطأة الضربات الأمنية الناجحة. تؤكد الهيئة العامة للاستعلامات أن القراءة الأولية لأبعاد هذه الجريمة تكشف عن العديد من الحقائق وتفضح الكثير من المواقف
وتحمل عددا من الدلالات من بينها: أولا، أن هذه الجريمة تؤكد الطبيعة الوحشية للتنظيمات الإرهابية التي تواجهها مصر، والتي لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في التاريخ الإنساني دون رادع من دين أو انتماء للبشرية. ثانيا، أن هذه الجريمة تكشف عن تغيير واضح في أسلوب هؤلاء الإرهابيين وفي طبيعة أهدافهم، وتفضح ما وصلت إليه هذه الجماعات في مصر من ضعف ويأس وانهيار في قدراتها تحت وطأة المواجهة الأمنية الفعالة، فاتجهت لأسهل الأهداف حتى لو كانت مسجدا يضم مصلين أبرياء من مختلف الأعمار، مخالفة بهذا لكل تعاليم الدين الإسلامي الحديث. ثالثا، كما تعكس هذه الجريمة مدى التطرف الفكري الذي وصلت إليه هذه التنظيمات التي حاولت التخفي وراء الدين تارة وارتداء عباءة السياسة تارة أخرى. وأضاف رشوان أن الجماعات الإرهابية لا تنشط سوى في مناطق محدودة لا تتعدى 30 كيلومترا من مساحة مصر، مؤكدا أن الاستقرار الأمني يعم جميع مناطق البلاد. أنه بالرغم من بشاعة عملية مسجد الروضة الإرهابية وما سبقها من عمليات إرهابية، فالمؤكد هو أن الغالبية الساحقة من العمليات الإرهابية لا تقع سوى في منطقة محدودة من البلاد في شمال شرقي سيناء لا تزيد مساحتها عن 30 كيلو متر مربع من إجمالي مساحة مصر البالغة 1,000,000 كيلو متر مربع. إن مصر الدولة والمجتمع والإقليم تظل بغالبيتها الساحقة بعيدة عن أيدي جماعات الإرهاب الدموي. أصدرت أحد قبائل سيناء بيانا دعا فيه شباب القبائل في منطقة البرث للاستعداد لتنسيق عملية وصفها البيان بالكبرى مع الجيش للقضاء على الإرهاب الأسود في سيناء. أطفئ برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس، أطفأ أضواءه حدادا على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في منطقة بئر العبد بشمال سيناء، وأعرب عمدة باريس على أعربت عمدة باريس على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تعازيها لأسر الضحايا وعن دعمها للمصابين. نهاية الجولة، شكرا لكم.